السلام عليكم. توفي المختطف في سجون الحوثي الدكتور محمد غراب جراء الإهمال الصحي المتعمد بحسب ما جاء في بيان رابطة أمهات المختطفين. هذا وقد اتصلت الميليشيا في صنعاء بأقارب غراب للمجيء لاستلام جثة قريبهم. أيضا قبل أيام اتصلت الميليشيا في ذمار بأقارب المختطف صادق الحيدري الذي مات جراء التعذيب. قالت منظمات حقوقية إن نحو 130 مختطف قضوا حتفهم في سجون الحوثيين. جرائم وحشية تقابل بغض البصر من قبل المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية. حتى الحكومة الشرعية لم تنشط في إيصال ملف هؤلاء إلى مواقع صناعة التأثير في أروقة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية. فيما يعيش المختطفون أوضاعاً صعبة فوق التخيل، رواها سجناء خرجوا من سجون الحوثي مؤخراً. فإلى متى سيظل الجميع يتفرجون على الجثث وهي تخرج من سجون الحوثيين؟ ولماذا لم تنجح صفقات التبادل رغم تصريحات الطرفين وموافقتهما عليها؟ هل سيكون شهر الفضيل موسماً للتراحم وإخراج ما أمكن من هؤلاء القابعين خلف القضبان؟ أم أن السجان لا يعترف بالمواسم والمناسبات؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة غيرها وسأناقشها مع ضيوفي هنا في الأستوديو. سيكون معنا الصحفي يوسف عجلان وهو مختطف سابق لدى ميليشيا الحوثي. مرحبا بك أستاذ يوسف. كما سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية يحيى محمد الهيج وهو أيضا مختطف سابق في سجون ميليشيا الحوثي من مأرب. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء النور. أهلا بكما. كما سينضم معهما بعض الضيوف عبر الهاتف. وقبل أن نبدأ حلقتنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. ها هي جماعة الحوثي وصالح المسلحة تزيد من حملات الاختطافات غير القانونية والتي يعقبها تعذيب شديد للمختطفين حتى الموت. ليست سوى جثث الأموات من بات بإمكانها الخروج من سجون الحوثيين بعد أن يذوق المختطف أصناف التعذيب حتى الموت. يتم الاتصال بأهله لطلب المجيء واستلام جثة قريبه. تكرر مؤخرا هذا السيناريو في سجون الحوثي وكأنها وحشية مكثفة بمناسبة الشهر الفضيل. في صنعاء مات الدكتور محمد غراب في سجون الحوثيين، وقالت رابطة أمهات المختطفين إن غراب مات نتيجة الإهمال الصحي المتعمد من قبل الحوثيين داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء. قبل أيام وفي محافظة ذمار مات المختطف صادق الحيدري نتيجة التعذيب الممنهج الذي تعرض له من قبل الحوثيين كما جاء في بيان أمهات المختطفين. جثث هامدة وأطفال لم يستوعبوا ما حل بأبيهم، فجأة يبيتون بلا أب ويكبرون بلا عائل. منظمات دولية تتحدث عن وفاة نحو 130 مختطفا بسبب التعذيب في سجون الحوثي. التوابيت المثخنة لم تستفز مشاعر أحد حتى في هذا الشهر الفضيل. المنظمات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية لم يلمس منها أي موقف أو ضغوط لإنقاذ حياة من تبقوا في السجون. عشية شهر رمضان قال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إن الحكومة مستعدة لمبادلة الحوثيين جميع المختطفين والأسرى عبر الهلال الأحمر والصليب الأحمر. وبعدها بيومين نشر القيادي الحوثي محمد علي الحوثي في صفحته أن جماعته مستعدة لمبادلة الأسرى اليمنيين والسعوديين بشكل مباشر أو عبر الصليب الأحمر. موافقات منفردة تبدو غير مشروطة، لكنها سرعان ما تصطدم بمعوقات كبيرة وقت التنفيذ، أو هذا ما خبرناه من قبل. وحتى يرى النور أي اتفاق محتمل، يبدو أن جثث الموتى ستظل تخرج من سجون الميليشيا إلى أن ينفد ما يمكن التبادل به. إذن دعني يوسف أفتتح الحلقة مع الأستاذ يحيى. أستاذ يحيى، بداية الحمد لله على سلامتك، خرجت سالما من سجون الحوثيين، احكي لنا كيف خرجت. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لك ولضيفك الكريم الأخ يوسف عجلان. وشهر مبارك عليكم وعلى جميع اليمنيين وعلى الأمة الإسلامية والعربية. خرجت أنا تقريبا قبل 5 أشهر في صفقة تبادل أسرى، ورغم أني معتقل لكن أصر الحوثيين أنه لا يتم الإفراج إلا عبر تبادل أسرى، وتم استبدالي بأحد
الأسرى الحوثيين الموجودين لدى الشرعية في محافظة مأرب، وهو بالمناسبة من محافظة صعدة. نعم، إذن لو حدثتنا يعني كيف تم اعتقالك أستاذ يحيى؟ أنا كنت على رأس عملي أدير مدرسة الثورة الثانوية في مدينة الحديدة، وهي بالمناسبة أكبر مدرسة ثانوية تحوي أكثر من 1500 طالب ثانوية. يوم 28/11/2016 في الساعة 10 صباحا تفاجأت باتصال هاتفي من أحد أعضاء المجلس المحلي ويدعى عبد الرحمن اللحفي عن المؤتمر الشعبي العام، وهو عاقل حارة الزبارية، قام باستدراجي إلى المجلس المحلي بمديرية الميناء في مدينة الحديدة. وعند ذهابي إلى المجلس المحلي، أول ما وصلت على أقود سيارتي أمام المجلس المحلي وما زلت في الشارع، تفاجأت بتطويق السيارة من قبل مسلحين يبلغ عددهم تقريبا في حدود 6 أو 7 مسلحين، يوجهوا الأسلحة النارية الكلاشينكوف إلى رأسي مع توجيه سيل من السباب والبذاءات والألفاظ النابية والاتهام بالخيانة والعمالة والارتزاق. ثم قاموا بإخراجي من السيارة بالقوة وقذفوا بي في المقعد الخلفي للسيارة، وأحدهم قاد السيارة طلع صعد معنا بقية المسلحين داخل سيارتي، ووجهوا الأوالي الأسلحة النارية إلى رأسي، ثم اقتادوني إلى نادي الضباط بالحديدة، وهو يقع على الكورنيش على ساحل البحر. وكان قد تعرض هذا المبنى إلى قصف الطيران قبل فترة من اعتقالي بأشهر. دخلنا وسط أكوام من الأحجار والأنقاض، لم يبقى من هذا المبنى إلا تقريبا غرفتين أو 3 غرف صالحة. قاموا بإنزالي من السيارة، أخذ كل متعلقاتي، مفاتيح السيارة، جهاز التليفون، المفاتيح، الأوراق الثبوتية إلى آخره، ثم قذفوا بي في إحدى الزنازين الإنفرادية، وبقيت في هذه الزنزانة من الساعة تقريبا 11 صباحا إلى المغرب بدون لا طعام ولا شراب ولا ماء. كنت أتمدد على البلاط، لا يوجد في هذه الغرفة، الغرفة صغيرة 3 متر في 3 متر بها نافذتين وباب، النوافذ مغلقة بالألواح الأبلكاش، لا يدخل منها لا هواء ولا ضوء، غير باب واحد يتم إغلاقه بالأقفال. عند المغرب بدأت التحقيقات معي، وكان يتداول على هذه التحقيقات أكثر من محقق لمدة تقريبا 15 يوم، تم ممارسة كثير من وسائل التعذيب. نعم، سنتحدث عنها أستاذ يحيى، يعني قبل أن ننتقل إلى موضوع كيف تم يعني التعذيب وما الذي حدث لك داخل السجن، أنتقل بسؤالي ليوسف. يوسف، يعني إخفاء قسري وتعذيب داخل السجون، ويعني ويوجد أيضا إهمال متعمد لبعض حالات المرض، للأسف الشديد يعني يذهب شهيدنا الدكتور محمد غراب نتيجة إهمال كما ذكرت رابطة أمهات المختطفين في بيانها. يعني هذا يعني كيف يمكن أن نفسر هذا الاستلاب تجاه هذا الملف الشائك؟ يعني ما الذي يحدث يوميا؟ يعني نستمع إلى قصص جديدة عن ما يحدث في السجون، فترة وأخرى تخرج جثة لأحد هؤلاء المختطفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوثيين لا يهتمون أبدا بمن لديهم من المعتقلين، سواء أشخاص مرضى أو غيرهم. أنا أعرف أشخاص كان موجود داخل السجن تجاوز أعمارهم فوق 60 سنة، كان آخرهم قبل ما يقارب نصف شهر خرج أحد المعتقلين من أبناء محافظة الحديدة عمره تجاوز 65 سنة. المشكلة أن الحوثيين هدفهم الرئيسي هو إسكات صوت الناس المناهض لهم، المناهض لوجودهم، لقوة جاءت انقلبت على
الحكم. الآن نسمع بين اليوم والآخر، يعني قبل أسبوعين توفي أحد المختطفين بعد إخفاء لمدة 3 سنوات وكان يعاني من أمراض ولم يهتم الحوثيين. قضية محمد غراب وهو يعني يعتبر أحد أصدقائي منذ الطفولة وكنا في نفس الحي، أنه ربما تعرض، إذا كان الحوثيين قالوا أنه تعرض المرض للكوليرا، فداخل الأمن السياسي هناك أكثر من أشخاص تعرضوا لهذا المرض لم يتم معالجتهم إلا في اللحظات الأخيرة وتم إنقاذهم، ربما لم يهتموا بما عانوا محمد وغيره الكثير. هناك أشخاص يموتون إما تحت التعذيب بسبب التعذيب، إما بسبب لا يوجد هناك رعاية صحية داخل لدى الحوثيين. وإذا تم يعني اليوم يقال أنه خرج أحد المعتقلين بسبب أن الحوثيين أفرجوا عنه بسبب أن وضعه الصحي أصبح تحت الصفر، وهو علي الغولي من أبناء محافظة عمران وله ما يقارب 3 سنوات. لم نتأكد حتى اللحظة من معلومة الإفراج عنه، لكن هذا الشخص قبل أيام قيل أنه ربما قد يفارق الحياة، وربما الحوثيين من أجل إذا توفي أيوة فيتم إخراجه ربما في اللحظات الأخيرة. أيضا لما كنت في الأمن السياسي أحدهم كان أحد أبناء محافظة تعز، كان له أكثر من عامين معتقل، كان يبلع دم بسبب مرض في الكبد، الحوثيين لم يعيروا له اهتمام حتى أصبح حالته سيئة، قاموا بالإفراج عنه مقابل ضمانة. الحوثيين بشكل عام في سجونهم ليس هناك أي رعاية، وإذا أعطوك مهدئات فقط تزيد من أيامك الباقية، ثم إذا انتهيت هم في الأخير لا يلقون أي شيء عليهم، بدليل أنهم يتصلوا للأهل بكل بساطة. ليس ذلك فقط، بل أنهم يحاولوا أن يسكتوا أهالي المعتقلين الذين يتوفون، في حال إذا تكلموا قد ربما يتم اعتقال أحد من أفراد العائلة حتى يخاف أهالي الضحايا، لكن أهالي الضحايا في نهاية المطاف من الصعب أن يسكتوا، والخبر يخرج خصوصا مع ثورة الآن التكنولوجيا الموجودة. التكنولوجيا صح، يعني كفي أحدهم أن يصور. وأنت حدثتنا أنك كنت في السجن السياسي وأيضا زميل للأستاذ يحيى الهيج، كم ظللتم مع بعض في الأستاذ يحيى؟ أنا التقيت به بعد نقلي من الأمن السياسي إلى السجن المركزي، وبقينا سويا لما يقارب شهر في السجن المركزي، كان لا يزال تقريبا لعدة ساعات بعد أن تم نقله مع 15 آخرين من أبناء محافظة الحديدة، نقلوا إلى السجن المركزي بصنعاء، ووصلوا بمساء الليلة الثاني من رمضان، ونحن أحضرنا إلى المكان في صباح اليوم الثالث من شهر رمضان. وكان حقيقة وجدت الأستاذ يحيى وكثير من المعتقلين في قوة حماسهم بأن هذه السجون لن تعيق رسالتنا، ولن تعيق أننا أشخاص أتينا إلى الحياة من أجل أن نكسر الظلم، أن نبعد خرافة الولاية، خرافة ما جاء به جماعة الحوثي التأليه القيادات الحوثي أو الحوثي بحد ذاته. نعم، لأن أستاذ يحيى يعني التقيتم في السجن المركزي ذات اعتقال، والآن يعني تلتقون مرة أخرى على شاشة بلقيس لتروا للناس قصة الجحيم الذي يعني عشتموه. أستاذ يحيى، قلت أنه يعني في البداية تم التحقيق معك لمدة طويلة تراوحت إلى 15 يوم تقريبا، ما التهم التي كانت توجه لك؟ الحقيقة سيل من التهم صعب أن الواحد يحصرها أو يستذكرها جميعا، لكن أهمها أنك عميل مرتزق تؤيد دول التحالف، أنك يعني تعطي إحداثيات الطيران، أنك زعيم أو رئيس لخلايا التي تقوم باستهداف الحوثيين، خلايا المقاومة، أنك مسؤول مالي للمقاومة، أنك العقل المدبر لكل ما يحصل في محافظة الحديدة من مقاومة من بعض الشباب واستهداف بعض عناصر الحوثيين، وسيل من الاتهامات. إذن يعني كيف كان وضعكم في السجن؟ يعني هل كان التحقيقات مجرد تحقيقات أم يعني صاحبتها الكثير من التعذيب؟ طبعا
طبعا خاصة فترة السجن الأولى نهاية شهر 11 وشهر 12، أنا يعني في زنزانة انفرادية لمدة 45 يوم، أنام على البلاط، التحقيقات شبه يومية، التعذيب النفسي أكبر من التعذيب الجسدي، بحيث لا يسمحوا لك بالراحة أو بالنوم، يتم إزعاجك في كل وقت، يتم تهديدك في كل وقت، يتم استدعائك للتحقيقات وأنت مربط العينين ومقيد اليدين والقدمين بالسلاسل، يعني أنت لا ترى من يحقق معك، لكن من خلال الأصوات يعني ربما يكون أكثر من سبعة إلى ثمانية، اثنين أو ثلاثة محققين والبقية مساعدين يقوموا بالتهديد والوعيد، وأنهم سوف يقوموا بقتلك وإلقائك في أي حفرة للقاذورات، وأنه سيتم إلقائك في البحر، وأنه سيتم قتلك، وأنه سيتم إخفائك إلى الأبد، ولن يعني يستطيع أحد أن يعرف مكان احتجازك. في بعض الفترات يتم ضربك بالعصي بالأعقاب البنادق، يتم تعليقك من اليدين في خطة في أعلى الغرفة حتى يعني تستقر على أطراف أصابع قدميك لساعات طويلة، مما يسبب تمزقات في الأقدام. يقوم واحد يعني كأنهم يعملوا تمثيلية، واحد منهم يهدد ويعمر الآلي ويريد أن يطلق عليك الرصاص الحي ليقتلك لأنك بحجة أنك مع العدوان، ثم يقوم واحد آخر ليدافع عنك ويقول تمهل لا تقتله وسيعترف وسيخبرنا بكل شيء. إذا لم تنجح هذه الوسيلة يقوم بضرب العيارات النارية بجنب أذنك حتى يعني تعتقد أنك أصبت بالطلقة النارية في جسدك. يتم إلقائك في الزنزانة بدون لا طعام ولا شراب، ومنعك من دخول دورة المياه لمدة يومين أو ثلاثة أيام، فما تضطر أنك تقضي حاجتك داخل الزنزانة على البلاط. كثير من الممارسات التي تمت خاصة في البدايات وتبعها بعد ذلك ممارسات أخرى. بعد 45 يوم في نادي الضباط في الحديدة تم نقلي إلى قلعة الكورنيش، وما أدراك ما قلعة الكورنيش، أصبحت رمز للتعذيب على مستوى اليمن كاملا، بها مئات من المعتقلين. تقريبا أنا عندما دخلت فيها في شهر بداية شهر واحد كان فيها في حدود 140 معتقل، كلهم معتقلين، لا يوجد في هذه القلعة من هذا العدد إلا أسير واحد فقط من منطقة الخوخة، وهو بالمناسبة عدني من عدن، هو الوحيد الأسير الحرب والبقية كلهم معتقلين، أساتذة جامعات ومدرسين ومدراء مدارس ومعلمين وموجهين وأطباء ومهندسين وإعلاميين إلى غيره، وجميع فئات المجتمع. نعم، إذن تنقلت في أكثر من سجن حتى وصلت إلى السجن المركزي، أين يعني أطول مدة قضيتها، في أي مكان؟ أكبر مدة كانت في القلعة، في قلعة الكورنيش والحديدة. نعم، يعني إذن يعني أقامت اليوم يعني رابطة طومات المختطفين محافظة مأرب عفوا مساء يوم الأحد جلسة استماع، تقريبا هي الثالثة لضحايا تعذيب سجون الحوثي، وكان يعني تم الاستماع لشهادتك أو للحديث عن يعني ما تعرضتم له من حرب نفسية وتعذيب جسدي. يعني تحدثت أنك تعرضت للتعذيب حتى وصل بك الحال أنك عجزت عن الحركة. نعم، في يعني بداية الاعتقال أنا دخلت المعتقل ووزني 110 كيلو، مكثت شهر ونص في نادي الضباط في السجن الانفرادي، ثم نقلوني إلى القلعة، فوصلت القلعة وأنا وزني تقريبا 84 كيلو، أصبت بانخفاض في الوزن مما تسبب عندي في مشاكل صحية كثيرة، أصبحت شبه مقعد لا أستطيع الحركة،
كانت يعني يسحبوني اثنين من الحوثيين يعني سحبا الى الزنزانه، لا استطيع الحراك. حتى وجدت في القلعه احد المعتقلين وهو بالمناسبه طبيب يعمل في احدى المستشفيات الخاصه بالحديده، اسمه فاروق بعكر، قدم لنا بعض الخدمات الصحيه بما تيسر من بعض العلاجات، وكانوا الحوثيين يمنعوا دخول اي علاجات، فكنا يعني ما في عندنا اموال لنشتري العلاج، فيجمعوا لنا المعتقلين للمريض، لاي مريض ما تيسر فنشتري له بعض الاسعافات الاوليه بواسطه هذا الدكتور فاروق. نعم، ماذا عن يعني الافاعي التي كان يتم سجن المختطفين فيها لمده 24 ساعه؟ بالنسبة للأفاعي، الحقيقة عندنا في القلعة لم تكن موجودة، لكن في أفاعي أشد منها، وهم أفاعي أمنيين حوثيين أشد شراسة وأكثر سما من الحيات والحنشان المعروفة، وقاموا بممارسة كثير من وسائل التعذيب. إذا يتسع الوقت ممكن نتطرق إلى بعضها. نعم، يعني البيان أشار إلى أن يعني هناك وسائل في التعذيب، منها الحرق ونزع الأظافر والضرب الهروات والحبس في زنزانة مع ثعبان لمدة 24 ساعة، يعني ربما تعرض لها بقية زملاء هناك، معاذ الشميري والمختطف عبد الهادي الشامي الذين تحدثوا. إذا يعني أنت قمتم بمناشدة للحكومة مطالبا إياها بالنظر لحالة المختطفين، أليس كذلك؟ نعم، الحقيقة نشعر أنه هناك غياب كبير وغياب محزن ومؤلم من يعني الحكومة الشرعية، وتجاهل كبير جدا لمأساة المعتقلين الذين يبلغوا بالآلاف. طبعا المعتقل لا يمثل نفسه، المعتقل يمثل نفسه وعائلته. نعم. كل معتقل وراه أو خلفه أكثر من 5 إلى 6 إلى 8 أشخاص، الوالدة والوالد والزوجة والأبناء والإخوة والأخوات، وهو العائلة الوحيد لهم. فتخيلي إذا كان هو مخفي قسريا ولا يعلم أين هو وماذا يمارس ضده من وسائل التعذيب، وأيضا عائلته مضيعة، لا تجد ما تنفق ولا تجد من يعولها ومن ينفق عليها، فأكيد سيكون الوضع مأساوي جدا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يحيى محمد الهيج، المختطف السابق لدى سجون ميليشيا الحوثي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من المأرب. عودة إليك يوسف. يوسف، يعني هذا هو سلوك الميليشيا، ما استمعنا إليه ربما استمعنا إليه من أكثر من ضيف تحدث عن وسائل التعذيب التي يعني يمر بها المختطف. إذن يعني سلوك ميليشيا ليست دولة، ولا يمكن أن تتصرف تصرف الدولة. ما هو تفسيرك لسلوك المجتمع الدولي تجاه ما يحدث، تجاه هذه الجرائم، تجاه هذا الصمت؟ يعني أكثر من شهادة تم الحديث فيها، ربما 3 جلسات فقط قامت بها رابطة أمهات المختطفين، ما بالك ببقية المنظمات التي قامت بعدة جلسات استماع، ومع ذلك لا نجد أي صدى لكل ما يحدث. ضعف، أنا أجدد كلامي فيما قلته في حلقة سابقة، أنه ضعف التواجد الحكومي في المجتمع الدولي، ضعف الجانب الحكومي هو أكبر سبب، أكبر كارثة. الجانب الحكومي خلال الفترة الماضية، الجلسة الوحيدة التي أقامها يعني للحديث عن ما يحدث من جرائم داخل سجون الحوثيين كانت الجلسة الأخيرة التي أقامها للمختطف المعمري، جمال المعمري في الرياض. وعلى الرغم يعني لنوضح فقط الضعف الحكومي، أنه تم عقد إعلان عن أنه سيقام مؤتمر صحفي في اليوم قبل المؤتمر بيومين، جاءوا الى المكان الذي تم الدعي فيه، لم يكن هناك احد، لم يحضر احد، بسبب انه لم يكن هناك يعني لا يوجد مبالاه من هذا. هناك للاسف الجانب الحكومي لا يهتم بهذا الموضوع. نعم، ولكن مضطره
مضطره الى اقامه يعني مره ثانيه والعمل من اجل انه يحضر الناس، معنى ان الجانب الحكومي للاسف لا يهتم بهذا الجانب. نعم، رغم انه ملف قوي يعني يمكن الضغط من خلاله على يعني المجتمع الدولي للنظر فيه، ولكن يعني مع اتفاقي معك ان هناك تقاعس كبير تقوم به الحكومه تجاه هذا الملف ولا تستغله كما يجب، ولكن المجتمع الدولي ايضا احيانا ينظر للمساله ان الحكومه هي الطرف، ما هو يتحدث عن اطراف الصراع، وبالتالي لن يكون متيقنا مما يحدث. ولكن الغريب يعني ان هناك شهادات تخرج لا علاقه لها ب الحكومة، يعني هناك عبر يعني المسألة اليمنية ربما تقدمت أكثر من شهادة، الكثير من جلسات الاستماع التي تم الاستماع فيها إلى الضحايا. يعني هل ينتظر المجتمع الدولي فقط الحكومة؟ ألا نعرف أنه يلبي نداء أي يعني مضطر أو حقوق يعني من سلبت حقوقه بهذا الشكل في بقية الدول، لما ينظر لنا كأننا على الهامش؟ المشكلة هي المشكلة الرئيسية أنه يعني وسائل الإعلام أو مثلا المنظمات الحقوقية المحلية حدودها محدود داخل اليمن، أو قد ربما إذا تتجاوز المجتمع العربي لكنها لا تصل إلى العالمية، لا تستطيع الوصول إلى جنيف، لا تستطيع الوصول إلى نيويورك. من يستطيع الوصول إلى هذه المنظمات؟ من يستطيع الوصول إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة عبر مندوبه في نيويورك؟ هو هي الحكومة، الحكومة التي بيدها أن تحرك الملف، الحكومة هي من بيدها أن توصل ما يحدث في سجون الحوثيين. إذا أنا يعني رابطة أمهات المختطفين مثلا، وهي تعتبر هي المنظمة التي هي يعني متخصصة في قضية المختطفين، هي لم تستطع أن تصل إلى أي طرف من أطراف الدولية خارج، هي ربما تلتقي بمنظمات دولية داخل اليمن، وهذه المنظمات للأسف في شكوك حولها وحول ما تنقله مما يحدث داخل اليمن. أيضا المنظمة الدولية تتعامل بازدواجية مع الأسف. عندما كنت مختطف في صنعاء في السجن المركزي، وزارنا رئيس لجنة الدولية للصليب الأحمر، قام بزيارتنا، وجهت له سؤال عن يعني سبب لا مبالاة الصليب الأحمر وتدخله للضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفين، قال لنا نحن ننظر إليكم أنكم طرف ضمن طرف النزاع، ونحن لا نهتم سواء كنتم معتقلين أو أسرى أو ما شابه ذلك، نحن هذه قضية داخلية ولا نهتم. المشكلة هنا أن الحكومة لم توصل رسالة للمجتمع الدولي أن هذا المواطن ليس له دخل لما يحدث، هناك حكومة شرعية وهناك حوثيين، يجب على العالم الوقوف مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، هذه جماعة انقلابية، ويجب على الجميع عدم يعني نعم، لكن بالمقابل في هذا الموضوع نستغرب يعني أن المنظمة الدولية في أحد تقاريرها بعضها ذكرت معتقل حوثي يعني في مأرب تم اعتقاله بالاسم المتوكل. نعم مصطفى المتوكل، والبهرة أيضا أحد البهرة يعني وتحدثت عن في التقرير، يعني بينما آلاف أو مئات القصص يعني انصح لي القول من خروج بعضهم الجثامين وبعضهم معاقين وبعضهم ما زالوا في السجون ولم يتحدث عنهم أحد. لا، وأعود وأقول الحكومة أيضا، إذا كنا المرة الأولى عندما كنت في جنيف قضية المختطفين تحدث بها وزير حقوق الإنسان في نقطة، وتكلم عن البهرة في عدة نقاط. يعني هناك يعني للأسف المنظمات الدولية الموجودة داخل مجلس حقوق الإنسان، داخل مجلس الأمن، داخل الأمم المتحدة، هي التي تحرك هذه الأوراق، وهي التي تستطيع أن توصل رسالة. نحن لم نستطع. أنا أدعو الحكومة اليمنية إلى إرسال وأخذ جمال معمري إلى جنيف للتحدث في مجلس حقوق الإنسان، الدورة التي ستقام في شهر يونيو القادم، للحديث عن ما حدث له وما يحدث داخل المعتقلين، وأريد أيضا أن يوصلوا إلى نيويورك، إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، ليكون شاهدا على ما يحدث هنالك. ستنكشف ما يحدث مع المنظمات الدولية التي تتجاهل ما يحدث. إن كان هناك اهتمام المنظمة الدولية ستتحدث، إن لم يكن هناك اهتمام من هذه المنظمات ستسكت، وهذا يعتبر تواطؤ من المنظمة الدولية مع الحوثيين. نعم، إذن تنضم معنا أيضا عبر الهاتف السيدة أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء. مساء الخير أم أحمد. مساء الخير، أهلا بك معنا. أم أحمد، حملت ملف المختطفين منذ بداية الأحداث والآن وبعد مضي 3 سنوات، هل يحظى هذا الملف باهتمام دولي وإقليمي وعلى مستوى الحكومة كونه أبرز ملفات الانتهاكات في اليمن؟
في البداية الرابطة منذ تأسيسها حملت بالفعل كما ذكرتم ملف المختطفين، في حين كان ملف المختطفين ملف مغير تماما عن الواقع، ملف مغير تماما عن الإعلام وعن الحديث عنه، أيضا ملف مغيب لدى الحكومة الشرعية والحديث عن وجود مختطفين في سجون الحوثي تمارس ضدهم شتى أنواع التعذيب. فالرابطة قامت بحمل هذا الملف منذ عامين وأكثر من تأسيس الرابطة. نشعر أنه ملف المختطفين لاقى الكثير من الاهتمام بعد أن حملته الرابطة وبعد أن عرفت به مدى المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية وأيضا لدى الرأي العام المحلي والعالمي أيضا. نعم أم أحمد، يعني تقريبا كل يوم ونحن نستمع لقصص جديدة، قصص تعذيب جديدة في سجون الحوثي أو أحد الجثامين التي تخرج جثة هامدة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال. يعني ألم تستطيعوا إيجاد أي قنوات اتصال مع العالم لتصل إلى الرأي العام الدولي؟ الرابطة أملت كثير في التواصل مع هذه المنظمات الدولية، مع المؤسسات الدولية الكبيرة مثل الأمم المتحدة، المبعوث الأممي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المفوضية الثانية لحقوق الإنسان، منظمة العفو. هذه المنظمات كلها تواصلت معها الرابطة وطرحت لها موضوع التعذيب الذي يمارس في سجون الحوثي الذي أفضى بالكثير منهم إلى الموت. لكن الرابطة ما زالت جهد شعبي بسيط، يعني يحتاج إلى دعم، إلى مساندة من الحكومة الشرعية، إلى دعم أيضا من الناشطين، من كافة النشطاء المهتمين بحقوق الإنسان داخل اليمن. نعم، إذن أم أحمد، ماذا عن الشهيد الدكتور محمد غراب والذي قضى يعني كآخر يعني من قتلوا على يد الحوثيين إهمالا، يعني كيف هي أسرته، كيف تم التواصل معهم؟ حتى الآن لم نتمكن من التواصل مع أسرة الدكتور محمد غراب، لكن الرابطة طرحت هذا الموضوع قبل رمضان في الوقفة التي وقفتها أمام المفوضية الثانية لحقوق الإنسان، ونادت وناشدت المنظمات بعدم ناشدت بالضغط على جماعة الحوثي التي تمارس التجويع وأيضا الإهمال الصحي المتعمد. الحالات كثيرة التي تخرج من وخاصة من سجن الأمن السياسي، إما تحمل عاهة مستديمة أو الشلال مثل ما ذكرتم قبل قليل جمال المعمري وغيره من المختطفين، أو يحملون عاهات مستديمة، الفشل الكلوي وغيرها. كل هذا بسبب التعذيب وبسبب سوء ظروف الاحتجاز التي يعانيها المختطفون داخل سجن الأمن السياسي وغيره، لكن يكاد يكون سجن الأمن السياسي هو الأبرز في الانتهاكات والأبرز في الإهمال الصحي المتعمد الذي يمارس ضد المختطفين الذين هم فيه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك يوسف، يعني تحدثت أن الحكومة لها دور كبير في يعني عدم إيصال هذا الملف، وطالبت أن ينضم جمال المعمري لجلسات جنيف. هل تتوقع، يعني أنت ربما ذهبت ورأيت يعني كيف تفاعل معك أو تفاعلت معك المنظمات التي هناك، هل بوجود جمال المعمري سيكون هناك صدى أكبر لوصول الرسالة إلى العالم؟ نعم، لأن جمال المعمري إذا التقى بالمقررين العام لحقوق الإنسان سيغير من ما سيكتبونه وسيرفعونه في التقارير. التقارير هي مهمة، هي التي ترفع إلى مجلس الأمن وترفع إلى الأمم المتحدة. فوجود جمال في جنيف هي رسالة حية، يعني شهادة. هم ربما لن يعتمدوا بشكل كبير على ما في الإعلام أو ما شابه، لكن عندما يأتي إليهم سيلتقي بهؤلاء المقررين، سيتكلم في جلسة مفتوحة تحضر وسائل إعلام، يحضر مقررين أيضا من عدة منظمات، ستكون شهادة حية موجودة. أيضا إذا وصل إلى مجلس الأمن، إذا وصل إلى هذا المكان سيكون هناك له تأثير بشكل كبير، لأنه هناك صورة حية، هناك شخص
جاء من داخل سجون الحوثيين، شخص كان قبل سجنه كان شخص له وجهه بين اوساط منطقته، كان ايضا له صدى في بين افراد قبيلته، الان اصبح الرجل مقعد، الان اصبح الرجل لا يستطيع ان يتحرك، لا يستطيع حتى ان يلعب مع طفلته مع اولاده. هذا الشخص هو الرسالة الحية التي تستطيع الحكومة استثمارها حاليا للتعريف بما يحدث لآلاف المختطفين في سجون الحوثيين. هذا طلبي من الحكومة، وأتمنى أن تتعامل معه بجدية وليس باستهتار. هل الحكومة يعني أم المنظمات أيضا المساندة للشرعية عليها دور في إيصال جمال وغيره من الأصوات؟ المنظمة هي تعمل بشكل كبير، لكن للأسف داخل مجلس حقوق الإنسان لا يوجد للمنظمات اليمنية وجود، لأنها تحتاج إلى يعني عملية أكبر، تعرفي القوانين الدولية. لكن باستطاعتهم، بما أن هناك ممثلين للحكومة يذهبون إلى هناك عبر أي منظمات، فباستطاعتهم أن يوصلوا جمال بأي طريقة. فجمال هو سينقل صورة حية، لكن ما يحدث هو أفظع من الجرائم. جرائم القتل 130 أو أكثر، 130 شهيد سقطوا، بداية من الشهيد صالح البشري الذي كان أول حالة أظهرت ما يحدث داخل سجون الحوثيين في 11 فبراير 2015، وكانت بداية انكشاف حقيقة الحوثيين لدى المواطنين. نعم، إذن دعني يعني أن تنضم معنا أسماء الراعي رئيس رابطة أمهات المختطفين بتعز من هناك عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة أسماء. مساء النور أستاذة أسماء. يعني رابطة أمهات المختطفين ربما يعني كانت الصوت الحقيقي لهؤلاء المختطفين والتي وصلت إلى كثير من الأماكن، ما مدى تجاوب الشرعية والمجتمع المدني معكم من منظمات أخرى؟ يعتبر التجاوب الآن تجاوب ليس بالحجم المطلوب منهم. أعتقد أن قضية المختطفين قضية كبيرة ولها صدى كبير، وما يعانيه المختطفين في السجون من جراء التعذيب، من جراء التنكيل، من جراء الاختطافات والإخفاء القسري، عن التعامل معه الحكومة الشرعية والمجلس الأممي وغيرها من المنظمات بشكل أقوى لينال هؤلاء الناس حريتهم في أسرى وحيدية. نعم. إذن بداية، هل لديكم أي إحصائيات بعدد المختطفين الذين هم موجودين لدى ميليشيا الحوثي؟ بالنسبة للإحصائيات الموجودة لمدينة سعيد، العدد اللي عندنا ما زال في سجون الحوثيين الآن 797 شخص، منهم 12 ماتوا في السجون الحوثية إلى الآن، كان آخرهم بسبب صادق الحيدري الذي توفي قبل الإسلام. نعم، يعني 770 تقريبا فقط في تعز، و12 منهم قضى نحبه في هذه السجون. عدد المختطفين الذين فقط في تعز 770، والذين توفوا جراء التعذيب 12 سجين، أليس كذلك؟ نعم. هل رفعتم بهذه الأرقام في تقاريركم لمنظمات المجتمع الدولي أستاذة أسماء؟ نعم، متواصلين مع المنظمات، وهذه الأرقام ترفع باستمرار أي أعداد ترفع، أي إحصائيات ترفع، أي بلاغات تحصل، إدانات، كل هذه الأشياء نتواصل مع الصليب الأحمر، نتواصل مع المنظمات الأمنية، نتواصل مع المنظمات الثانية، كل هذه الإجراءات نقوم بها عندما يحصل أي جديد في ملف المختطفين. نعم، ماذا عن عمليات تبادل الأسرى أستاذة أسماء؟ هل لديكم أنتم أي يد في مسألة هذه التبادل؟ هل هناك أي أخبار لإفراج عن مختطفين جدد؟ نحن في الرابطة لا نعمل على تبادل، إنما نحن نطالب بإطلاق سراح المختطفين بدون قيد أو شرط. هذا التبادل يعني نعم. إذن شكرا جزيلا لك يا اسماء الراعي رئيس رابطة أمهات المختطفين بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. إذن الرابطة هي تدعو لإفراج عن أبنائها دون قيد أو شرط بحكم أنهم ليسوا أسرى حرب. الحديث ربما بداية تقرير الحلقة كان يتحدث عن أن الطرفين لديهم استعداد للإفراج عن جميع المعتقلين يعني عبر الصليب الأحمر أو مباشرة، ما الذي أخرهم حتى الآن؟
إذا كل طرف يعلن أنه لديه الاستعداد. الحوثي هي فقط عبارة عن شماعة أمام المنظمات الدولية وأيضا أمام أهالي المختطفين أننا مستعدين. أولا كيف مستعد أن يبادل المختطفين بأسرى وأصبحت شماعة لهم على المفروض أن يفرج عن المختطفين لأنهم مختطفين بيوتهم وليسوا مقاتلين من الجبهة. نعم، هذه النقطة الأولى. يعني نعم، الموضوع الثاني فيما يتعلق بالحوثي، الحوثي فقط أمام المواطنين أنه خلال شهر رمضان هو مستعد، لكن هذا ليس واقع. الحوثي لا يريد هذا الشيء لأنه يطالب أحيانا بأشخاص ليسوا موجودين. نحن نعلم والجميع يعلم أن هناك عشرات المقاتلين وربما المئات من المقاتلين الحوثيين في الجبهات قتلوا ثم تحللت جثثهم أو انتهت أو ما شابه ذلك، أو تم دفنهم بعد بقائهم لأيام أو أسابيع في هذا تم دفنها. الحوثي يطالب بهذه الجثث ويقول أنها لا زالت على قيد الحياة، وأنه إذا تريد الحكومة أن تتم الصفقة يجب أن يحضر هؤلاء. نعم، لكن يعني مثلا بتدخل الصليب الأحمر لديه القدرة على إحصاء كم عدد الأشخاص الذين لدى كل شخص مع ترتيب يعني كشف بأسمائهم ويكون هو يعني الحل الوسط. لكن الحوثي سيرفض يظهر أسباب. نعم، لأن الصليب الأحمر قال في وقت سابق أن الحوثيين حاول أن يتواصل مع الطرفين، وكان هناك يعني مع زيارة رئيس الصليب الأحمر إلى اليمن والتقى برئيس الحكومة والتقى بصالح الصمد قبل أن يقتل، وقال أن الحكومة مستعدة والحوثيين كان في البداية أبدوا استعدادهم ثم رفضوا في النهاية، وهم من ألقوا هذه تقريبا قبل ما يقارب عام يعني حدثت هذه المفاوضات وفشلت. إذن الحوثيين لن تتم هذا الصفقة مهما حدث ومهما حاولوا أن يروجوا للناس أو يتحدثوا أمام الناس أنهم أبدوا استعدادهم وأن الحكومة هي الطرف التي رفضت. الحكومة مستعدة، هي تريد أن تخلص المواطنين من أيدي الحوثيين، تريد أن تخلص المختطفين لأن الجرائم تزيد يوما عن آخر. نعم، إذن يوسف يعني المجتمع الدولي صامت، الحكومة ليست يعني مفعلة تماما تجاه هذا الملف، ما رأيك بتفاعل الناس حول هذا الملف؟ يعني أصبح ربما قصص المعتقلين لم تعد تثير الناس، خروج أحد المعتقلين متوفي بسبب الإهمال أو التعذيب ميتا لم تعد تحرك في الناس شيء، هل تجد أن اهتمام الناس بهذا الملف له دور إيجابي إذا ما طرح بقوة؟ لأن المواطنين مع الأسف ليس بيدهم شيء حتى يحرك الموضوع. نعم، ولكن هناك هناك قضايا أكثر. الإلكتروني ربما يغير أشياء كثيرة. نعم، يعني تعلم. نحن مثلاً بدورنا خصوصاً نحن المختطفين الذي عانينا داخل سجون الحوثيين خرجنا ونحن عندنا عزيمة أن نستمر في هذا الملف حتى يتم الإفراج عن جميع المختطفين سجون الحوثيين. لكن بغض النظر عن المواطنين بشكل عام، جميع المواطنين مهتمين بما يحدث في يعني في الوضع، هناك قتل، هناك كل واحد بعد ما يصرف على أسرته، يعني الوضع في اليمن جعل المواطنين لا مبالين. لكن لا نعم، ولكن للأسف الشديد هناك قضايا اسمح لي لا تعنينا تماما، ونجد أن الفيسبوك يشتعل تماما، يعني ربما آخرها زواج الزواج الملكي حقيقة، يعني ربما الفيسبوك أو مباراة واحدة لمدة يوم يومين يظل يعني قضية محمد. ولكن مثلا أمس نشرنا الخبر في صفحة التواصل، انتشرت في المواقع، تفاعل الناس. اليوم ستكون آخر يوم للتفاعل معه، غدا انتهى أمر محمد، خلاص. هذا هو حالنا بشكل عام، خصوصا في التواصل الاجتماعي، في وسائل الإعلام ما شابه، تفاعل يوم يومين مع الحدث ثم ينتهي كل شيء. وهذا ما يحدث مع قضيتنا، أبسط جريمة تحدث قد ربما يسقط العشرات من القتلى والجرحى، يتفاعل الجميع معها يوم يومين، تأتي قضية مع التسارع الأحداث في اليمن تأتي نعم قضية هي وينتهي كل شيء. هذا هو ما يحدث للأسف الشديد. إذن يوسف عجلان، شكرا جزيلا لك، المختطف السابق لدى ميليشيا الحوثي والصحفي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.